فوقت الحروب والأزمات شريعة الغاب هي اللي بتحكم المكان، وبيظهر جانب مظلم من النفس البشرية مش متعودين إننا نشوف في الأيام العادية. الكل بيقاتل عشان يعيش، عشان يسد رمقه ويلاقي لقمة تخليه عايش ولو دقيقة واحدة زيادة. والشدة المستنصرية زمان أكبر مثال على ده. أما في أيامنا وفي غزة تحديداً، فالعصابات وأصحاب السوابق الجنائية نشطوا في عمليات سرقة المساعدات ونهب الشاحنات بشكل كبير جداً، وده اللي خلى الأجهزة الأمنية واللجان العشائرية في غزة تنفذ عملية للتصدي لكل المتورطين في السرقة. وفعلاً وقع أكتر من 20 قتيل في العملية دي. الأجهزة الأمنية شكلت جهاز مختص في المسألة دي واسمه سهم، وقالت إنها مش هتبقى آخر عملية وهتحاسب كل المتورطين. تعال نشوف واحد من غزة قال إيه عن عمليات السرقة دي. 150 شاحن الطحين دخل انقطاع غزة، انسرق منهن 109. أنا بس بدي أسأل سؤال، كيف انسرق 109؟ أنا بقولش 109 كرتونة، 109 عصاية، 109 بني آدم، هدول 109 شاحن، كيف انسرقن؟ يعني معقول الأمر بهذه البساطة؟ يعني معقول إحنا نجوع عشان حضرة جنابك تسرق وتعمل لك مليون شيكل؟ طب إحنا كأهل غزة من وين نلاقيها؟ خلونا نشوف تفاعل السوشيال ميديا كان عامل إزاي على الخبر ده، وخصوصاً أنه هو ابتدى ينتشر بشكل كبير جداً. أمير سأل سؤال على إكس وقال طيب وين السلطة عنهم؟ أو فين السلطة من الناس اللي تسرق الشاحنات؟ أما حساب تاني كان باسم أبو علي قال لصوص في عز الحرب سلمولي على الضمير والأخلاق. برضو حساب كمان باسم عبد اللطيف كان غرد وقال معقول الداخلية تمارس مهامها بهذا الاقتدار؟ هينضم إلينا من غزة الصحفي محمود صباح ليه طلعنا على حقيقة الموضوع ده. أولا أرحب بيك معايا محمود على المشهد تاج، وخليني أسألك مباشرة إيه حقيقة الموضوع من خلال اطلاعك الميداني وتواجدك الميداني في غزة؟ الله يمسك بالخير والمشاهدين الكرام. بداية يعني نفند أو نقدر نوصف للناس مين هذه المجموعات المنظمة أو اللصوص اللي بحاولوا يسيطروا على هذه المساعدات. بداية تذكرت هم أصحاب قضايا جنائية سابقة كانوا موجودين بالسجون، ومع بداية الحرب مع تدمير مراكز الشرطة وتدمير السجون هؤلاء الناس رجعوا انطلقوا في الشوارع ورجعوا نظموا حالهم بعملهم الإرهابي وسرقوا المساعدة. ولكن الإشي الأخطر واللي كشفته السلطة الحاكمة أو السلطة التابعة لحماس إنه رصدت بعض المكالمات بين هؤلاء الأشخاص وضباط الشباك، فأصبحت العملية منظمة، خصوصاً إنه عمليات السرقة بتصير في مناطق قريبة جداً من تواجد الجيش، سواء في مناطق شمال قطاع منطقة زكيف أو منطقة الجنوب، المنطقة القريبة من معبر كرب أبو سالم، هم المنفذين الوحيدات اللي من خلالهم تدخل المساعدات على غزة. المساعدات أغلقت من جميع المنافذ عدا كرب أبو سالم في الجنوب ومنطقة زكيم في شمال القطاع. هذه الجماعات تشتغل بعملية منظمة وبمساعدة أو على الأقل بغض الطرف من الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجماعات لإحداث الفوضى، وهذا المشهد ما يحتاج. طب محمود أنا محتاج أسألك، أنت قلت نقطة مهمة جدا إن في تسجيلات تم رصدها من قبل السلطة الموجودة حاليا أو المجموعات اللي مسؤولة عن غزة، رغم إن الموضوع طبعا صعب جدا في الظروف اللي أنتوا فيها، لكن رغم كل ده الموضوع ده بقاله قد إيه؟ يعني إحنا بقالنا قد إيه بنتكلم في الموضوع ده؟ المساعدات بيتم سرقتها بقالها فترة ولا ده بس حديثا تم، ولا الظروف بتاعته إزاي؟ من بداية عملية أو تفشي الجوع في شمال القطاع حتى في الجنوب عموما وبلش دخول المساعدات صارت دخولها عزيز على المواطنين اللي دلتها. في سؤال انطرح على تويتر من خلال حديثك إنه وين الحكومة أو الجهة المسيطرة على قطاع غزة ما تمنع هذه السرقات؟ بشبه يعني أسبوعي يتم قصف رجال التأمين أو رجال الشرطة، يعني في كل أسبوع بنشهد قصف أو قصفين لرجال التأمين أو لمراكز الشرطة الموجودة في مناطق معينة في القطاع. يعني أي عملية منظمة من حكومة حماس أو من السلطة أو من العشائر هي مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي. أي أنا بقدر نثبت أن الاحتلال من خلال تواصله مع هذه الجماعات ومن خلال قطع الطرف عنهم بوجود في مناطق قريبة من وجود الجيش ومن خلال قصف جماعات التأمين، إبهانا بنأكد أن الاحتلال طرف أساسي في إحداث الفوضى
طرف أساسي في عدم تأمين هذه المساعدات ووصولها لمخازن الوكالة أو مخازن المؤسسات الدولية اللي بدورها بتوصل المساعدات بطريقة آمنة وبطريقة بتساعد أو بطريقة بتخفف من حدة المجاعة والمعاناة عند الناس، بتضمن وصولها بطريقة منظمة وبمساواة ويعني عدم تفشي هذه المجاعة. لكن الاحتلال الإسرائيلي ما يسعى له هو فوضى، وما يسعى له هو سرقة منظمة، والجماعات للأسف الشديد تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، وهم أصلا يعني أصحاب قضايا وخرجوا من السجون أو يعني بفعل القصف الإسرائيلي لمراكز الشرطة. فالعملية بمجملها الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي. طب محمود، انت قلت ان اغلبهم كان عليهم قضايا وسوابق جنائيه، وده اللي كان موجود فعلا من البحث اللي احنا كنا عاملينه على الاونلاين وكل السوشيال ميديا بتتكلم عليه. طب المجموعات دي لما خرجت مفيش اي سيطره عليها، العشائر مش قادرين يظبطوا اي طريقه ان يتم السيطره على الاقل على وصول الشاحنات والمساعدات اللي بتدخل بشكل امن؟ بداية ليست كل الشاحنات التي تدخل سواء من جنود القطاع أو قطاع يتم سرقتها، يعني يتم سرقة بعض الشاحنات وبعض القوافل، ولكن في الأشهر الماضية خصوصا قبل العملية البرية في شمال القطاع كانت هناك عملية منظمة لدخول المساعدات سواء من معبر إيرس أو من منطقة زكين شمال القطاع. كانت هناك عملية منظمة بالفعل من قبل الأجهزة الأمنية لوصول المساعدات، ولكن الآن مع العملية العسكرية في شمال القطاع أصبحت الأوضاع الميدانية خطيرة، ووصول رجال التأمين لمناطق قريبة من وجود الجيش خطير جدا ويكون سبب في استهداف رجال التأمين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الاحتلال الإسرائيلي معني بهذه الأمور، ومعني بخلق يعني مجتمع غير منظم، وهذا ما يسعى له الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه العمليات. أنا بشكرك محمود، أنا بشكرك شكرا جزيلا. من غزة كان معنا الصحفي محمود صباح، كان موجود معنا، شكرا جزيلا لك محمود.